صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن الجنة لا بد أن يعمل الإنسان لها ولا يقول أحسن الله إليكم: تقدم معنا أن الجنة لا يدخلها الإنسان إلا بعمل ولا يدخلها بدون عمل، فكيف نجمع بين ذلك وبين ذلك الرجل الذي أسلم في المعركة وقتل وقال فيه صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة وهو لم يسجد لله سجدة؟ الإسلام ليس عمل. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله بصدق ويقين وأشهد أن محمد رسول الله بصدق ويقين، هذا عمل، هذا عمل، عمل بالقلب وعمل باللسان. ولم يستطع العمل بالجوارح لأنه ما لم يستطع العمل بالجوارح، لكنه عمل بلسانه فنطق بالشهادتين وبقلبه فتيقن معناها واعتقدها، هذا عمل. نعم.